العظيم بيان قبيلة البراختة بشان اختطاف ابنها عبد السلام مصطفى البيش البلغفي في العاصمة طرابلس. إلى السيد محمد النفي رئيس المجلس الرئاسي، إلى السيد عبد الحميد البيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى السيد خالد مازن وزير الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية. نحن مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة البراختة وعلى رأسهم العمدة عبد السلام عبد العاطي نطالبكم بالتدخل الفوري والعاجل والإفراج عن ابننا الشاب عبد السلام مصطفى البيش البلغفي، والذي تم خطفه في مدينة طرابلس مساء يوم الجمعة الموافق 29/10/2021 الساعة 11:00 ليلا من مقهى دي روما في طريق الشط من قبل مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع هونداي مدينة بيضاء اللون معتمة. ادعوا انهم تابعين لمركز شرطة المدينة بالعاصمة طرابلس. فنحن نوجه لكم هذا النداء العاجل لتحمل مسؤوليتكم باعتباركم أولياء أمر الشعب الليبي، وأنتم تدعون إلى المصالحة الوطنية ولم الشمل وطي صفحة الماضي، وفتحتم طريق السلام بين الشرق والغرب. هذا ما جعل ابننا الشاب عبد السلام مصطفى صالح البلغفي يطمئن ويذهب مع طريق السلام إلى عاصمة السلام طرابلس. ولكن للأسف تم اختطافه وإخفاءه قصريا، وهذا الشيء لا يخدم المصالحة الوطنية ولا يساهم في دفع الشمل. لذا نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم والإفراج عنه وضمان سلامته، والله ولي التوفيق والسلام. صدر بتاريخ اليوم الخميس الموافق 4/11/2021 قبيلة البراختة.